اما دلوقتي فاحنا هنتكلم عن حدث مهم جدا، كل الصحف العربيه والعالميه اتكلمت عليه، وهو يمكن اهداء البيت الابيض، قطعه اثاث مصريه فرعونيه كمان، ومزين الكرسي من الذهب 100% على شكل جعران. مصممه الكرسي والاثاث ده هي بنت مصريه اسمها سوشا كمال عملته، ويمكن هي كمان بتتميز بان هي بتقدم قطع مختلفه ومميزه جدا. وكمان الكرسي ده عشان تم اهدائه للبيت الابيض من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت سيده البيت الابيض وقتها ميلانيا ترامب، وتم احتفاظ البيت الابيض بقطعه الاثاث دي حتى بعد ما بقى في رئيس طبعا جو بايدن الرئيس الامريكي الجديد، لانه ده ضمن مقتنيات البيت الابيض. فكره انه قطعه اثاث مصريه بصناعه مصريه من بنت شابه يدخل من ضمن اهم البيوت الرئاسيه في العالم هو البيت الابيض، دي حاجه مميزه جدا لشبابنا المصري. اكيد طبعا، يعني حاجه متميزه جدا لما نشوفها عندنا، يعني قطعه من الاثاث بتاعتنا موجوده يعني الأصول بقى الملكية وكمان الرئاسية، ومن ضمنها البيت الأبيض. طبعا الموضوع حلو جدا، احنا بنشوف عندنا شكل الجعران المصري، وطبعا ده يعني بيميز أكيد يعني الشكل بتاع أي مكان ممكن يتحط فيه القطعة دي، لأن هي بتمثل أكيد الحضارة بتاعتنا وتاريخنا وأثرنا بشكل كبير جدا. لكن برضو خلينا نتكلم على بقى يعني الموهبة نفسها، على سوشا نفسها. يعني هي سوشا يعني أيا كان بتاعها إيه، هي في الآخر خالص هي متميزة جدا في التقنية دي، إن هي بتعرف إزاي تعمل الرسومات والنقوشات يمكن الخاصة والفريدة وكمان الجديدة والعصرية، والخاصة كمان بالرموز بقى برضو الفرعونية شوية. صح، احنا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن تصميماتها الفرعونية المتميزة جدا هي معانا على التليفون. يا سوشا ازيك؟ اهلا وسهلا، صباح الخير، منورانا والف الف مبروك على فكرة انه يمكن تصميماتك وصلت للبيت الابيض كمان. الله يبارك في حضرتك، ميرسي، شكرا قوي. في البداية كده عايز أعرف منك يعني فكرة تصميم كرسي على شكل جعران، وده ليه علاقة بالآثار الفرعونية القديمة بتاعتنا، جات لك إزاي وإمتى؟ طيب أنا درس كنت بدرس تصميم في إيطاليا، ففي البدايات في الدراسة من الأول خالص بيبدأوا يعرفوكي على الطراز المختلف للتصميم، فيفتحوا ويقول لك انه ازاي التصميم تطور وازاي بدا. فطبعا وهم بيحكوا في تاريخ التصميم وتصميم المنتجات ان جنرال وتصميم الاساس ان سبيسيفيك، بداوا بالتاريخ المصري القديم، وبداوا يطلعونا ويعلمونا، اللي هو في ايطاليا بندرس هناك بجنسيات مختلفه، بداوا يعلمونا ازاي المصري القديم هو اول واحد بدا يصمم وينتج فكرة الأساس دي. يعني قبله كانت الدنيا مش متطورة أبدا، وكان الناس يعني بيقعدوا على المصطبه وخلاص، ما فيش بقى لا عامل تصميم ولا عامل يعني المنتج بيبقى فانكشنال علشان يأدي الحاجة، أنا عايزة أقعد على مصطبه. طيب ودخل المصري القديم بحضرته وهو اللي عمل كده. طيب بص معلش، بس قبل ما يعني ما نخش على التصميمات او الشكل الحرفي والفني اكتر، البدايه خالص معلش، الشكل بتاعك من الاساس الجميل جدا انت نفذتيه ده، ازاي اهديتيه اصلا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الكرسي ده احنا مش بنسوقه قوي جوه مصر، بنسوقه اكتر للاوروبيين، لان هم الناس اللي عندهم يعني بيحبوا يقتنوا الحاجات اللي هي دعوه بالحضاره المصريه. فكان في معارض في انجلترا نفس السنة دي، كان في معرض أولها في فرنسا وفي آخرها كان في انجلترا، وخد كمان ريكوجنيشن دولي يعني. فهم الناس هم اللي يعني هي تواصلوا معايا وقالوا لي احنا محتاجين القطعة دي. تمام. فهم اللي لقوني يعني. طيب سوشا، يعني هو تم اختيار الكرسي ده كهدية لسيدة البيت الأبيض وقتها السيدة ميلانيا ترامب، وأهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي لميلانيا ترامب، إزاي تم يعني اختيار الكرسي والقصة أو التفاصيل نفسها حصلت إزاي؟ هم أعتقد كانوا بيحاولوا يدوروا على هدية مختلفة شوية بره الهدايا التقليدية اللي دايماً الرؤساء بيتهدوها البعض، وطبعا كانوا بيدوروا على حاجه يعني 100% مصري، من اول التصميم للانتاج للخامات لكل حاجه.
بس فأعتقد يعني ده كان الدايركشن التفكير بتاعهم. وكلموني قالوا لي احنا محتاجين القطعة دي. انا فاكرة يعني يوم اثنين وهم كلموني قالوا لي عايزينها يوم الاربع. تمام. وانا الحاجات بتاعتي بتتعمل يعني هاند ميد بالاوردر، يعني بتاخد وقت، مفيش ستوك يعني. هي بالاوردر باي اوردر. فوقتها كان في اوردر طالع شحن لعميل في انجلترا تقريبا. وقلت لهم، قالوا لي في حاجه جاهزه دلوقتي حالا تجي لنا بكره. قلت لهم في، هو ما كانش في قوي الصراحه. فاخدت بقى، حاولت اخد الاوردر اللي كان طالع واظبطه ان هو يطلع للهدايا. وطبعا مش عارفه لو شفتوها ولا لا، بس معانا على الهواء شكله حلو جدا. بس حتى بقى التغليف بتاعه كان في بوكس قطيفه. الصندوق اللي جواه الكرسي صندوق قطيفه بباب كده، المقبض بتاعه مفتاح لوتس. فميلانيا ترامب يعني هم لما حكوا لي بعد كده بتقول لهم ده مش كرسي، ده مجوهرات يعني. فالحمد لله كان الفيدباك كويس قوي. عظيم جدا. استخدمتي بقى خامات ايه في الكرسي ده؟ الكرسي نحاس. الظهر، الجسم والظهر كله نحاس. والتنجيد جلد ابيض. والنقوشات دي مثلا انت بتقعدي فيها تعمليها واحده واحده بايديكي، ولا ده عباره عن يعني مكن مثلا؟ لا لا، ده ديزاين كمبيوترايز بيدخل المكن ويطلع، بس العامل اليدوي بقى هو اللي بيطلع لنا المنظر ده. يعني هو المكن بيقطع وبيعمل، بس بعد كده بقى الحرفيين بتوعنا المصريين هم اللي بيطلعوا الشكل ده. طيب سوشا، ده مش الانجاز الوحيد ليكي، يمكن انت كمان اتعاونتي مع منظمه اليونسكو ووزاره الاثار في ان انت تعيدي تصميم جميع المرافق اللي موجوده في المواقع الاثريه المصريه القديمه، صحيح؟ صح صح. طيب كلمينا عن التجربه دي وتفاصيلها. هم وزاره الاثار كانوا يعني حضراتكم عارفين لما بنروح حتت اثريه بتبقى شويه ما فيش مظلات نقعد عليها، ما فيش كراسي حلوه، ما فيش يعني الدنيا كده شويه يعني لا تليق بالمكان الاثري اللي احنا فيه. فوزاره الاثار كلموني وقالوا لي احنا محتاجين نعيد تصميم التجربه نفسها. يعني هو التصميم مش كرسي شكله حلو، مش ذوق حلو، التصميم هو يعني علاقه بين البني ادم وبين الشيء ده بيخدمه. صح. فكان فعملنا كده، وحتى ممكن تكونوا شفتوها اللي هي المظله، المظلات اسمها عندما تتحدث الشمس. أيوه. علشان احنا كاتبين قصه المعبد فوق في السقف المظله، ولما بيجي الساعه 12 كده تقريبا الشمس بتبقى عموديه بالظبط، فبتمثل الشادوز الظلال على الارض وبتكتب قصه المعبد على الارض. يعني كمان احنا معانا الصوره دي دلوقتي يا سوشا على الشاشه. طب هي فالشمس نفسها هي اللي بتحكي القصه يعني. واحنا لما عملناها كان نفسنا ان السياح، ان التور جايد يقف يقرا للسياح من على الارض مكان ما الشمس لسه حكي لهم القصه بالظلال بتاعتها. وفعلا لقيت صور كتيره قوي اونلاين كانت بتجي لنا على الويب سايت وعلى البيج. التور جايد واقفين بيقروا من على الارض والسياح كلهم يعني سوشا معلش انا اسفه اني بقطعك، بس انا شايفه تفاصيل كتيره قوي ليها علاقه برضو بالهندسه المعماريه. يعني تحديد موقع زي ده عشان الشمس تتعامد على المظله وتنعكس على الارض ويبقى فيه الرسومات او النقوش دي مميزه كده بالشكل ده وتبقى واضحه، اكيد دي محتاجه دراسه. هل انت دارسه الكلام ده برضو، ولا في حد بيساعدك في الهندسه المعماريه؟ لا، انا دارسه تصميم. بس انا عندي شركه ديزاين فيها طبعا معماريين كتير. بس المجالات اللي احنا بنشتغل فيها تقريبا كل المجالات اللي بتمت للفن بصله، يعني من اول العماره لحد التصميم الاساس لحد تصميم الاماكن العامه. يعني ده ينتمي للببليك ديزاين، التصميم العام. عظيم جدا. ازاي بقى هنا بتعملي دمج ما بين بقى الحضاره القديمه وكمان الحياه المعاصره؟ يعني بتعملي ازاي الربط ده؟
هو ده الهدف كله، هو فكرة انه الحضارة بتعيش لما تفضل تشوفها انت في حياتك اليومية، تتعامل بيها، تقابلها الصبح، يعني بتشوفها كل يوم. تمام. المشكلة اللي احنا بنواجهها ان الحضارة بتاعتنا مش موجودة في الواقع، موجودة بس في المتاحف وفي الكتب. فاحنا اللي بنحاول نعمله ان احنا نطلعها وتبقى معاصرة، ما تحسش ان انت داخل بازار، ما تحسش ان انت حاجة قديمة، لا، تبقى ترتقي لحياتنا العادية الحديثة اللي احنا بنعيشها. طيب سوشا، يعني انت بتحلمي بايه تاني او ايه مشاريعك اللي جاي؟ انا حاسه ان الاسم عامل مشكلة. هو اسمه سوشا ولا سوشا؟ لا، سوشا اصلا حاجه ثالثه، مش سوشا. في الاول مش في الاخر. معلش، احنا اول مره نسمع الاسم، برضه هو مميز جدا. فيعني هو معناه ايه؟ طيب لا، هو انا اسمي شيماء كمال ابو الخير، بس برضه لما كنت عايشه في ايطاليا كانوا ما بيعرفوش ينطقوا كل ده، فطلبوا اسم قصير خالص، فاخدت اسم والدي الله يرحمه كمال، واسمي الشورت نيم بتاعي او الدلع، او بقى الاسم شوشا كمال. فلما كنت بقدم على مسابقات بره كنت بقدم بالاسم ده، فبدات اكسب حاجات بالاسم ده. فلما جيت بقى يعني في جوجل كتبت شيماء ابو الخير هتلاقيني مش واخده اي حاجه. اكيد لا، فانا خلاص يعني بقى ده البراند نيم والكوميرشال نيم، فكمله بيه. طيب عزيز، ايه هي مشاريعك اللي جايه؟ انت بتحلمي بايه؟ يمكن كرسي زي اللي تم اهدائه للبيت الابيض، كرسي مميز جدا وبرضه بيعبر عن الحضاره المصريه بتاعتنا، وانه اثر زي ده او يعني قطعه اساس زي دي تتكلم عن الحضاره الفرعونيه في امريكا او في البيت الابيض، ده شيء مميز جدا. اكيد بتحلمي بحاجات شبه كده او اكتر من كده كمان الفتره اللي جايه. اكيد، يعني احنا بدأنا كده براند اتعمل من سنتين اسمه النور. النور ده براند بيبيع وحدات إضاءة، بس المختلف فيه ان مع كل وحدة إضاءة بتتباع بننور بيت في أفريقيا. فاحنا الحمد لله سو فار احنا بدأنا بزامبيا، والحمد لله نورنا 100 بيت في زامبيا. فحلمي ان البراند ده يكبر جدا لحد ما يقضي على الظلام في افريقيا تماما. حلو جدا. هو التصميم مجال بجد انساني يعني، ونقدر بيه نرجع حضارات ونقضي على مشاكل زي الظلام، زي المجاعات. يعني التصميم مجال فعلا قادر انه يغير الواقع الحلو قوي اللي بتشوفه في العالم. الواقع حلو والله، اهو جميل ان شاء الله. الواقع لا يغير الواقع بيكي، حلو ان شاء الله. طب انت اخدتي كام جايزه لحد دلوقتي؟ انا هقول لكم حاجه، انا لسه ما اعلنتهاش، هتنزل النهارده على هتعلن النهارده على الفيسبوك. احنا لسه واخدين جايزه امبارح الحمد لله. طب مبروك. من مهرجان، مش مهرجان، فينيسيا اللي هو بتاع الفن، الفينيس ارسنالي. تمام. مهرجان او معرض، مش عارفه يعني، بس هي او جايزه ايا كان اسمها. معرض صح. فده لسه جاي لنا الايميل الحمد لله بالنسبه لتذكاري الاحياء الانسانيه، مش عارفه لو كنتوا شفتوه قبل كده، اللي هو افتتحه الرئيس في اخر 2018. ايوه، في شرم الشيخ. فده احنا كنا لسه مقدمينه في الجائزه دي. الجائزه دي يعني بتعتبر من اكبر الملتقيات الفنيه في العالم. يعني كلها ايه، يعني ماسوره فن كده وانفجرت هناك. فده لما قدمنا الحمد لله، الحمد لله اتاخد ضمن افضل 6 اعمال فنيه في العالم. وده العمل المصري الوحيد، العمل الفني المصري الوحيد اللي هيعرض في فينيسيا في شهر اكتوبر المعرض. العمل المصري الوحيد والعمل العربي الوحيد والعمل الافريقي الوحيد. هايل جدا ما شاء الله. الحمد لله. فدي اخر جايزه الحمد لله. عقبال بقى جوائز كتير جايه ان شاء الله. بالتوفيق يا سوشا، والف الف مبروك، وان شاء الله اكيد تصميماتك هتوصل للعالم كلها كمان يا رب. شكرا قوي. شكرا لحضرتك. شكرا جدا ليكي.